فكره الفيلم الفنيه انا ضد اي منع او مصادره لاي عمل ابداعي، لان ده ضد حريه الابداع وضد حريه التعبير والتفكير والراي وضد حريه الانسان. احنا بنطالب بعد الثوره ان احنا يكون في حريه، فما ينفعش ان انا في عصر ان انا بطالب فيه بالحريه ان انا امنع او اصادر فيه اي عمل ابداعي او فني. انت ترشح مين في الانتخابات؟ الانتخابات والله انا يعني رغم ان السيسي هينجح باكتساح نظرا طبعا لو احنا اتكلمنا بالمنطق على الاعداد اللي نزلت في التصويت وعلى جموع الناس الكبيره اللي مؤمنه ان القوات المسلحه هي الامل وهي اللي هتقدر تنقذ مصر من الفتره الصعبه دي والامن والاستقرار وكده، لكن في نفس الوقت برضه انا بحب حمدين صباحي، هو انسان محترم ومصري ومناضل واتمنى ان حزب التيار الشعبي او حزب اللي بيرأسه حمدين صباحي يكون ليه مشاركه بعد الانتخابات، حتى لو ما خدش الرئاسه يبقى ليه مشاركه فعاله وجاده في نهضه مصر، في تطوير مصر وتقدمها.